السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم هبة مجدي من تيم ايزي اس بوسيبل. ان شاء الله النهارده هنشرح عندنا عامل الهيستولوجي لمديول الريبرودكتيف. قبل ما نبدأ نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. طبعا زي ما انتم عارفين احنا ان شاء الله الامتحان داتا شو، فبالتالي الحاجات اللي هتتعرض لنا في الهيستولوجي هتبقى فيديوهات زي ما انتم عارفين، تمام؟ طيب هنشرح بقى ازاي ونظام الشرح هيبقى عندنا ازاي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا فاتحه الفيديو او الفيديوهات بتاعه الفيديو السلايدات، تمام؟ هنشرح على الفيديوهات بتاعه السلايدات، بعد كده هخلص جزء الميل واروح فاتحه الفايل نقرا الكومنت مع بعض ونعرف هنكتب ايه والكلام ده وازاي نرتب الكومنت في دماغنا، تمام؟ هخلص من الكومنت بتاع الميل واروح داخله على فيديوهات السلايدات بتاعه الفيميل، وبعد ما نخلصها نبدا برده في الكومنت بتاع الفيميل، تمام؟ احنا عندنا كام سلايد؟ احنا ان شاء الله عندنا 10 سلايدات، تمام؟ 5 ميل و5 فيميل. طيب الخمسة الميل، تمام، هم عبارة عندي عن التستس عند الابيديدمس، بعد كده هلاقي عندي الفاز ديفرنس، السيمينال فيزيكل، والبروستات، والبينوس. طيب بالنسبة عندي للفيميل هلاقي برضو 5 سلايدات، الأوفري، الفالوبيان تيوب، اليوترس، والفاجينا، وهلاقي آخر حاجة الماميري جلاند. بس الماميري جلاند في منها شكلين، اللي هي اللاكتنج ماميري جلاند والريستنج ماميري جلاند، تمام؟ ان شاء الله احنا نبدا عندي بالميل. زي ما انتم شايفين اول سلايد معايا اللي هي تيسس عن الابيديدمس، شكلها عامل ازاي من بره؟ هي عباره عندي عن دايره كبيره زي ما انتم شايفين كده وجنبها نقطه صغيره. لو فاكرين شكل الاورنج اللي هو بيبقى في الصور كده، اللي بيبقى فيه منه ورقه اللي هي الورقه الخضراء اللي طالعه منه كده، فسي ده الاورنج ودي الورقه الخضراء اللي طالعه منه يعني، اوكي؟ نحاول نتخيل يعني ونسكن في دماغنا. طيب زي ما انتم شايفين زي ما قلنا هي عباره عندي تيستس اند ابيديدمس، معنى ان انا قلت ان السلايد فيها تيستس اند ابيديدمس يبقى انا في الكومنت بتاعي هتكلم عن تيستس اند ابيديدمس، ما ينفعش اتكلم عن واحده فيها بس، تمام؟ طيب ده كده بالنسبه لي شكلها من بره. خلينا نشوف شكلها من جوه. اوكي تمام، زي ما انتم شايفين كده شكلها من جوه، دي عبارة عندي عن جزء البارينكيما، خلاص هو عبارة عندي التستس والابيديدمس عبارة عندي عن جلاند، فزي اي جلاند ستروما وبارينكيما. الستروما اللي هو الجزء ده، تمام، ده عبارة عندي عن الكبسول، تمام، بيبعت عندي كونكتيف تيشو سبتا، خلاص، وهلاقي برضو عندي ريتيكولار كونكتيف تيشو، تمام. طب البارينكيما بقى، البارينكيما بتتكون عندي من تو بارت اللي هو الاكزوكراين بارت والاندوكراين بارت. اكتر حاجة هنا باينه معايا اللي هي الاكزوكراين بارت اللي هي السيمينيفرس تيبيول، تمام، اللي هو انتوا شايفينها دي كلها. يبقى الجزء اللي بره ده اللي انا مشاور عليه، تمام، ده جزء الكبسول، ده الكونكتيف تيشو سبتا اللي هي الحاجات دي كلها، دي كونكتيف تيشو سبتا، ودي السيمينيفرس تيبيول. وبالنسبه للكونتنت بتاع السيمينيفرس تيبيول ده اللي هو السيمن، ده اهو الكبسول اللي هو الخط اللي بره ده، تمام، وده ايه السيمن اللي جوه السيمينيفرس تيبيول، دي الكونكتيف تيشو سبتا، تمام. يعني مليانه سيمينيفرس تيبيول، يعني سلايد التستس والابيديدمس ما تلخبطناش خالص، احنا عارفينها ويعني محفوظه بالنسبه لنا، تمام. طيب ده برضو عباره عندي ايه؟ ده عباره عندي عن الكبسول من بره. هو هنا بيقرب بيعمل عندي زوم عشان اشوف عندي الابيثيليال لايننج بتاع السيمينيفرس تيبيول اللي هو عباره عندي ايه؟ عباره عندي عن ستراتيفايد جيرمينال سيل اللي هو سبرماتوجينيك سيل والستيرولي سيل. سبرماتوجينيك سيل والستيرولي سيل، لو تفكرين في النظري كنا بنقول ان انا عندي سبرماتوجينيك سيل وما بينها وما بين السبرماتوجينيك والسبرماتوجينيك هلاقي عندي ستيرولي سيل، تمام، وبتكمل عشان تعملي عندي ايه؟ السبرم. اهو السبرم ده هو التيل بتاعه والحاجات دي كلها، خلاص. يبقى دي عباره عندي ايه؟ دي عباره عندي سيمينيفرس تيبيول بتبقى لايند باي ايه؟ لايند باي ستراتيفايد جيرمينال ابيثيليوم اللي هو عباره عن سبرماتوجينيك سيل والستيرولي سيل، تمام. برده نفس الكلام هنا بيورينا برضو نفس الكلام، مفيش اي حاجه جديده. بيبعد بقى عشان يورينا اهو الكبسول، شايفين هنا لونه احمر ازاي؟ ده اهو الكبسول. هنا بقى عندي الابيديدمس، تمام. طبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى هايلي كونفيوتد وطوله 6 متر، تمام. هو بقى لحظه نرجع سنه، هو الحاجه اللي بيوريها لنا هنا في السلايد اللي هو الابيثيليال لايننج بتاع الابيديدمس، تمام. هو عباره عندي سود ستراتيفايد كولامينر سيل وذ لونج مايك وذ فيري لونج مايكروفيلاي او وذ ستيروثيليا، تمام. يبقى تاني الابيثيليال لايننج بتاع سود ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم وذ ستيروثيليا، او نقدر نقول عندي لونج مايكروفيلاي، تمام. ده كده بالنسبه عندي لي اول سلايد معايا اللي هي التستس اند الابيديدمس، تمام. ده كله عباره عندي عن الابيديدمس، برضو تابع للابيديدمس، اوكي. ندخل بقى على السلايد اللي بعدها وهي الفاز ديفرنس.
تمام، شكلها من بره مش مميز خالص، ملوش اي حاجه مميزه، تمام، بس يعني جاي في دماغي شكل البرين، تمام، هو ده عباره عن شكل البرين، وهنا مثلا نازل منه عندي ال vertebral column مثلا، تمام، يعني حاولوا تحطوا الشكل ده في دماغكم، يعني مفيش تسكيمة جت في دماغي قوي بصراحة، تمام، ده ال best difference. اوكي، ده شكل ال vast difference من جوه. خلاص، اول حاجه بتقابلني هلاقي عندي اليومن، بعد كده بعد طبقه اليومن هلاقي عندي طبقه الميكوزا، بعد كده هلاقي طبقه الماسكولوزا، وفي الاخر هلاقي عندي الادفنتيشيا. لو جينا نبدا الفيديو، اهو الميكوزا ماسكولوزا، ده كله الماسكولوزا، وفي الاخر عندي ده كله الادفنتيشيا، دي طبقه الادفنتيشيا، يبقى ده الماسكولوزا، واللي بره دي عندي الادفنتيشيا برضه ماسكولوزا، شايفين ثيك قوي قوي، ودي حاجه بتميز عندي الفاس ديفرنس، ان هي طبقه الماسكولوزا بتبقى ثيك جدا. هو هنا عاوز يوريني عندي الابيثيليال لايننج بتاع الميكوزا، تمام، برضو احنا عندي الفاس ديفرنس هو تكمله عندي للتيل اوف الابيديدمس، فلو انتوا فاكرين من النظري كنا بنقول ان انا عندي نفس الابيثيليال لايننج بتاعها، فبالتالي الابيديدمس والتيل اوف الفاس ديفرنس، سوري، الابيديدمس والفاس ديفرنس هياخد عندي نفس الابيثيليال لايننج اللي هو سود ستراتيفايد كلها من الابيثيليوم وذ لونج very microvilli او very long microvilli او اللي بنسميه عندي ستيروسيليا، تمام، وزي طبعا اي حاجه مع الميكوزا هي اللامينا بروبريا اللي هي عباره عندي كونكتيف تيشو سيل اند كونكتيف تيشو فايبر، تمام، برضو هنا نفس الكلام، ده الميكوزا، بعد كده ندخل عندي على طبقه الماسكولوزا اللي هي ورا، نرجع تاني ليها، دي كلها طبقة الماسكولوزا. الماسكولوزا عندي بتبقى عبارة عندي عن 3 لاير، انر واوتر لونجيتيودنال، ده بصوا يعني نرجع سنة هنا، نرجع، ايوه ثانية، ده عبارة عن انر واوتر بيبقوا لونجيتيودنال وميدل سيركيولر، انر اوتر لونجيتيودنال وميدل سيركيولر، ده كده بالنسبة لطبقة الماسكولوزا، تمام، يبقى ده هي عبارة عندي عن 3 لاير، انر واوتر لونجيتيودنال وميدل سيركيولر، واخر حاجة طبعا الادفنتيشن هي عبارة عندي ايه كونكتيف تيشو، تمام، زي ما احنا عارفين، ده كده بالنسبة للفاز ديفرنس. خلاص، هندخل عندي بعدها على السلايد بتاعت السيمينال فيزيكل، هي ملهاش شكل مميز برضو قوي من بره، بس انا بيجي في دماغي شكل الفراشة وهي رافعة جناحاتها لفوق خالص، دي اهي الفراشة ونعتبر دول رجلها يعني، ودي الجناحات بتاعتها هي رافعها وضمهم على بعض، تمام، يعني ده الشكل اللي جه في دماغي يعني. طيب، شريحة السيمينال فيزيكال برضو مميزة جدا من جوه وواضحة جدا، هي ممكن تلخبطنا مع سلايد من سلايدات الفيميل، بس هنعرف نميزها. زي ما انتوا شايفين كده، هي لونها من جوه على احمر قوي، تمام، مش بينك او كده، لا هي لونها على احمر، وواخد عندي برضو لون الموف الغامق، تمام. طيب، هي عبارة عندي ايه؟ هي عبارة عندي زي اي دكت، تمام، عبارة عندي ميكوزا وماسكولوزا وادفنتيشيا، تمام. طيب، دي طبقه اللون الاحمر الجامد ده كله، ده عباره عندي طبقه الميكوزا، واللي ورا دي طبقه الماسكولوزا. طب طبقه الميكوزا دي عباره عندي ايه؟ عباره عندي يعني ابيثيليال لايننج ولامينا بروبريا. طب ايه هو الابيثيليال لايننج بتاعها؟ يا اما كيوبويدال يا اما سودو ستراتيفايد كلها من الابيثيليوم، يبقى تاني يا اما كيوبويدال يا اما سودو ستراتيفايد كلها من الابيثيليوم. بس الحاجه المميزه عندي في طبقه الماسكولوزا واللي لازم نكتبها ان هي بتبقى ريتش ان سيكريتوري جرانيولز، خلاص مليانه عندي ايه سيكريتوري جرانيولز، مليانه، شايفين ده كله، ده عباره عن سكريتوري جرانيولز، تمام. بعد كده ندخل عندي طبقه الماسكولوزا، هلاقي ان هي بتبقى عباره عندي عن تو لاير، انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، وطبقه الانر سيركولار ده هو هنا بيوريني عندي الابيثيليال لايننج اهو، تمام، اللي هو عباره عندي كيوبويدال اور سود ستراتيفايد كلها من الابيثيليوم with او ريتش ان سكريتوري جرانيولز، تمام. طبقه الماسكولوزا زي ما قلنا عندي تو لاير، انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، تمام. ندخل عندي على شريحه البروستات، تمام، البروستات برضو يعني عباره عن دايره من بره، تمام، بس هلاقي فيها هنا لون ابيض كده، ومن بره كده تحسي انه فيها يعني فيها زي دوائر كده، تمام. المهم، ممكن عشان نسكمها يعني وما ننساهاش، نفتكر اللون الاصفر اللي عندنا بره ده، تمام، يعني شكلها من بره مش مميز بصراحه، تمام، او انا مش عارفه اميزها يعني. السلايدات الأسبوع اللي كانت معانا كانت السلايدات فيها بصراحة مميزة، الواحد يقدر يميزها وكده، لكن سلايدات الفيديوهات دي مش أحسن حاجة أو مش أوضح حاجة. طيب، أول ما هفتح هشوف عندي إيه. أول حاجة البروستات، احنا عارفين إن البروستات بيمشي فيه حاجة اللي هي عبارة عندي إيه، عبارة عندي اليوريترا، فالجزء ده عبارة عندي عن البروستاتيك يوريترا أو المكان البروستاتيك يوريترا، تمام. بعد كده هلاقي هنا طبقة الإبيثيليوم، خلاص اللي هي بتاعة اليوريترا اللي هي ترانزيشنال إبيثيليوم. بعد كده هدخل عندي على البرينكيما،
تمام. احنا طبعا عارفين الستروما بتاعت اي جلاند عباره عن كبسول كونكتيف تيشو ثابته وريتيكولار كونكتيف تيشو، ما فيش اي كلام جديد هنا. لكن البارينكيما فيها كلام جديد. البارينكيما عباره عندي عن البروستاتيك اسيناي، تمام. البروستاتيك اسيناي دي بتترتب عندي على 3 لاير من جوه لبره، خلاص. اول لاير معايا من ناحيه جوه اللي هو اللاير اللي قريبه عندي من اليومن دي، اللي هي الميكوزال جلاند او اللي بنسميها عندي الترانزيشن زون، خلاص دي كلها. بعد كده هدخل هنا عندي على منطقه السنترال زون او السب ميكوزال زون، واخر زون معايا اللي هي عندي البريفرال زون اللي بنسميها عندي المين بروستاتيك جلاند. يبقى دي اللي بره خالص دي المين بريفرال زون، هنا دي عندي السب ميكوزال جلاند اللي هي بنسميها عندي سنترال زون. بعد كده هلاقي عندي اخر حاجه اللي هي الميكوزال جلاند اللي هي بنسميها ترانزيشن زون. وما ننساش ترتيبها عندي من جوه لبره من ناحيه اليومن وانا طالعه لبره، ميكوزال جلاند، سب ميكوزال جلاند، مين بروستاتيك جلاند، او نقدر نقول عليها ترانزيشن زون، سنترال زون، وبريفرال زون، تمام. البروستاتيك اسيناي بتبقى لاين باي جزء من الابيثيليوم، بتبقى لاين باي سكراتوري ابيثيليوم، يا اما كيوبويدال، يا اما كولامينر، يا اما سودر ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم، وده بيبقى على حسب الاكتيفيتي بتاعت الاسيناي، تمام. ده كده بالنسبة للبروستات، تمام. فاضل لنا اخر سلايد في الميل ونخلص ان شاء الله. هو هنا برضو بيكبر عشان او يعمل زون عندي عشان يوريكم عندي الابيثيليوم، ده جزء الترانزيشن الابيثيليوم، تمام. واول ما ابدا اقرب من هنا بدخل عندي على طبقة البارينكيما اللي هي البروستاتيك اسيناي سوري، تمام. اهو ده عبارة برضو ترانزيشن الابيثيليوم وده جزء عندي البارينكيما، تمام. اخر حاجه بقى عندي اللي هي البينس، تمام. والبينس السايد بتاعتها واضحه جدا من بره، نفس التركيب بتاع البينس في الاناتومي، عباره عندي عن 2 كوربورا كافرنوزا وواحد كوربس اسبونجيوزا، تمام. جوه يعني ده البينس وده اللي هو يعني معني الاستراكشر يعني الموجود، 2 كوربورا كافرنوزا وواحد كوربس اسبونجيوزا، تمام. خلاص الاثنين كوربورا كافرنوزا دي موجودين ناحيه الدورسال، تمام. والكوربس اسبونجيوزم دي بتبقى موجوده في الفنترال، تمام. ده كله عباره عندي عن كونكتيف تيشو، تمام. بيبقى هايلي باسكولر، خلاص دي اهم كلمه موجوده عندي في البينوس ان هو بيبقى هايلي باسكولر. ده كله عباره عن اريكتايل تيشو مليان هايلي باسكولر، تمام. طيب ده جزء ايه؟ والله ده جزء عندي كوربس اسبونجيوزم. عرفت منين؟ عرفت من الشكل ده اللي هو اليوريثرا اللي هي البينايل يوريثرا اللي بتمشي عندي في الكوربس اسبونجيوزم، تمام. يبقى تاني ده عباره عندي عن كوربس اسبونجيوزم، عرفتها منين؟ من جزء البينايل يوريثرا اللي ماشي فيها، تمام. زي ما انتم شايفين فيها سبيسز كتير كده، السبيسز دي عباره عندي عن فاسكولار سبيسز بس بيبقوا نفس الحجم يعني شبه نفس الحجم. ده جزء الكوربس الكوربورا كافرنوزا، تمام. وهلاقي برضو في واحده جنبها هنا كوربورا كافرنوزا، خلاص دي كوربورا كافرنوزا، وها التانية كوربورا كافرنوزا اهو. وفوق هنا المفروض الاقي عندي ايه؟ الكوربس اسبونجيوزا. يبقى كوربورا كافرنوزا وكوربورا كافرنوزا، واللي فوق عندي ايه؟ كوربس اسبونجيوزا. زي ما انتم شايفين برضو مليانه عندي فاسكولار سبيسز، بس الفاسكولار سبيسز دي بتبقى يعني كبيرة في السنترال وبتيجي عندي في ال في ال لا إله إلا الله تيجي عندي في ال في البريفرال تبدأ تصغر، تمام. هو هنا برضو بيوريني عندي جزء اليوريثرا البيناي اليوريثرا، تمام، اللي هو موجود عندي في الكوربس سبونجيوزم اهو، تمام. هنا بيوريكم اهو الكوربورا كافرنوزا، شايفين زي ما انتوا شايفين كده. لحظة خليني ارجع البتاع ده، خلاص ده اهو شكل الفاسكولار سبيسز في البريفرال. في البريفرال بيبقى سمول شويه، شايفين في النص بيبقى كبير اكتر، تمام. ده كله برضو جزء الايه؟ ده كله جزء ال البينوس، تمام. برضو الكوربورا كافرنوزا، كوربورا كافرنوزا برضو، تمام. كده احنا الحمد لله خلصنا عندي سلايدات الميل بالنسبه للفيديو. هنبدا دلوقتي نقراها عندي ان شاء الله على الملف، تمام. دلوقتي يا دكاتره هنقرا عندي الكومنت ونعرف هنكتب ايه في الكومنت. زي ما قلنا اول حاجه عندي السلايد اللي معايا اللي هي تيستس اند ابيديدمس. طالما قلت في الايدنتيفاي تيستس اند ابيديدمس يبقى انا هتكلم عندي حاجتين. اول حاجه هتكلم عندي على التيستس. التيستس دي عباره عن ايه؟ عباره عندي عن جلاند، تمام. وزي اي جلاند بيبقى ليها عندي ستروما وبارينكيما. طب الستروما دي عباره عن ايه؟ برضو زي ما احنا عارفين كبسول كونكتيف تيشو سبتا وريتيكولار كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو سبتا والريتيكولار كونكتيف تيشو دي حاجه احنا عارفينها. طب الكبسول ده عباره عن ايه؟ عباره عندي عن 3 من اللير، تونكا فاجينالس، تونكا البوجينيا، وتونكا فاسكولوزا. كونكتيف تيشو سبتا دي اللي بتقسم عندي التستس ل 250 كومبارتمنت، تمام. بعد كده الريتيكولار كونكتيف تيشو نتورك من كونكتيف تيشو سيل اند كونكتيف تيشو فايبر، تمام. البارينكيما ده الجزء اللي يهمني واللي لازم اتكلم عليه جدا مهم، خلاص ما ينفعش انساه، خلاص. اللي هو ايه؟ اللي هو الاكزوكراين بورت السيمينيفرس تيبيول.
لانه زي ما شايفين كده احنا مش شايفين غير سيمينيفرس تيبيول اصلا، تمام؟ فلازم نتكلم عنها. طب السيمينيفرس تيبيول دي هتكلم عنها واقول ايه ان هي ايه، هي بتبقى لايند ويد ستراتيفايد جيرمينال سيل، لايند ويد ايه ستراتيفايد جيرمينال سيل. طب مين هم الجيرمينال سيل؟ هم سبرماتوجينيك سيل والستيروني سيل، تمام؟ طب هل البارينك عباره عن اكزوكراين بورد بس؟ لا، في اندوكراين بورد اللي هي الانترستيشال سيل اوف ليدنج، تمام، اللي هي كانت بتبقى ما بين السيمينيفرس تيبيول، بيبقى شكلها بودي هايدرال ان شيب، تمام، ود لارج اكسنتريك بين نيوكلياي، والسيتوبلازم فيها بيبقى بيل اسيدوفيلك، تمام. طيب انا اتكلمت عندي على التستس خلصتها، لازم اتكلم عندي على الابيديدمس. طب الابيديدمس دي عباره عن ايه؟ عباره عن هايلي كونفيليتد تيبيول طولها 6 متر، مش مهم المعلومه دي، المعلومه اللي تهمني ونكتبها اللي هي بتبقى لايند وذ سوديوم ستراتيفايد كولامنر سيل وذ فيري لونج مايكروفيلاي، او نقدر بدل فيري لونج مايكروفيلاي نكتب وذ سيروسيليا، تمام. طيب يبقى انا لما اشوف التستس والابيديدمس هكتب في الايدنتيفاي تستس اند ابيديدمس. طيب الكومنت هكتب ان انا عندي تستس عباره عندي عن ستروما بارينكيما، الستروما هكتب ان هي كبسول كونكتيف تيشو سيبتا، والريتيكال كونكتيف تيشو هاجي في البارينكيما لازم اقول ان هي عباره عندي اكزوكراين بورت واندوكراين بورت. الاكزوكراين بورت سيمينيفرس تيبيول وهكتب الابيثيال لايننج بتاعها، والاندوكراين بورت هكتب ان هي انترستيشال سيل اوف ليدنج، وهكتب ان هي بتبقى عندي ايه بين نيوكليول وبين الاسيدوفيليك. ومش مهم اكتب قوي، يعني مش مهم اتخصص واكتب الكلام ده كله بتاع الاندوكراين بورت، لا، يهمني بس انك انت تقول ان هي فيها اكزوكراين بورت اندوكراين بورت، وتكتبوا السيمينيفرس تيبيول ولايند وذ ستراتيفايد جيرمينال سيل، وهنا هتكتبوا اندوكراين بورت انترستيشال سيل اوف ليدنج، تمام. ما لحقتوش تكتبوا الكلام ده، مش مهم خلاص، بس المهم ان تعرفوهم انه في حاجتين يعني في البارينكيما، والابيديدمس طبعا لازم اكتب عندي الابيثيليال لايننج بتاعها. بعد كده هدخل على الفاز ديفرنس، تمام. زي ما قلنا الفاز ديفرنس ده عباره عندي عن ضغط، واي ضغط بتبقى عباره عندي عن ميكوزا ومسكروزا ادفنتيشيا. طب ايه هي الميكوزا؟ الميكوزا عباره عن يا اما عن ابيثيليال لايننج، بتتكلم عن حاجتين، ابيثيليال لايننج ولامينا بروبريا. الابيثيليال لايننج نفس الابيديدمس، تمام، لازم اكتبه لايننج باي سودا ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم وذ فيري لونج مايكروفيلاي او وذ ستيروسيليا، تمام. طيب كونكتيف تيشو كوليوم، هي كونكتيف تيشو ريتش ان الاستيك فايبر، الكلام اللي احنا عارفينه مش مهم. المسكروزا بقى يهمني ان احنا نكتب ان هي مين ثيكنس اوف الوول، خلاص، لانه دي حاجه مميزه جدا جدا للباس ديفرنس ان هي الطبقه المسكروزه اللي فيها بتبقى فيري تك، تمام. طيب ارينجد ان ايه؟ ارينجد ان 3 لاير، انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولر، انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولر. وان شاء الله برضو في اخر الفيديو احاول اقول لكم تجميعه، ولو ما عرفتش اقولها هنزلها لكم في الفايل باذن الله. نقول تجميعه للمسكروزه، مين اللي هم يعني، نجمع الحاجات اللي شبه بعض باذن الله، تمام. يبقى انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولر، تمام. الانر والاوتر لونجيتودينال دول بيبقوا ثين، خلاص زي ما انتم شايفين اهو، دي طبقه الانر دي بتبقى عندي ثين، لكن طبقه الميدل سيركلر دي بتبقى عندي فيري ثيك، تمام. طب الادفنتيشي عباره عندي كونكتيف تيشو. طب وظيفه اصلا بس ديفرنس ده المفروض ان هو بيعمل عندي ايه؟ بيعمل عندي كونتراكشن، بيحصل له باورفول البريستاتيك كونتراكشن، خلاص، ديورنج الايجاكيوليشن عشان ينقل عندي ايه السبيرم، تمام. طبعا الفانكشن يعني مش شرط ان هي ممكن تيجي، بس هو لو سأل سؤال محدد يعني مثلا حابب يسأل ممكن يقولك ايه هي الفانكشن. يبقى يهمني نكتب ان انا عندي الفاس ديفرنس، نكتب ان هو الايدنتيفاير بتاعه فاس ديفرنس، نكتب ان هو بيتكون عندي من 3 لاير اللي هو الميكوزا والمسكروزا والالفنتيشيا. الميكوزا لازم اقول الابيثيليال لايننج بتاعها، مش مهم اكتب تفاصيل على لامينا بروبريا، بس اكتب انه في لامينا بروبريا. المسكروزا لازم اقول ان هي المين ثيكنس وول اوف الفاس ديفرنس، واكتب ان هي انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولر، والادفنتيشيا طبعا زي ما انتم عارفين. بعد كده هاجي عندي على السيمينال فيزيكال، هلاقيها ان هي برضو عباره عندي عن دكت، وزي اي دكت بتتكون عندي من 3 لاير، ميكوزا ماسكولوزا انفنتيشيا، ميكوزا ابيثيال لايننج ولامينا بروبريا. الابيثيال لايننج بتاعها برضو لايننج باي كيبويدر او سودي ستراتيفايد كولامينر ابيثيليوم، هنا لازم اكتب ان هي ريتش ان سكراتوري جرانيولز، لان دي حاجه مميزه جدا جدا للسيمينال فيزيكال، يبقى هي ريتش ان ايه؟ ان سكراتوري جرانيولز، تمام. هما تقريبا كلهم نفس الابيثيال لايننج لحد دلوقتي، هنا بس زادت كلمه كيبويدل، وهنا لازم اقول ريتش ان سكريتوري جرانيولز، فوق لازم اقول ان هي بتبقى عندي وذ لونج فيري مايك وذ فيري لونج مايكروفيلاي او وذ سيروسيليا، تمام. طيب الماسكولوزا انر سيركولر واوتر لونجيتودينال، تمام، وخلينا مثبتين كده ان الانر دايما بيبقى ثين والاوتر بيبقى ثيك، اوكي. طيب الادفنتيشيا برضه عباره عندي كونكتيف تيشو سيل. نيجي للبروستات. طب قبل ما نروح للبروستات هنا لازم نكتب ايه؟ هكتب عندي سيمينال فيزيكال، ولازم اكتب ان هي فيها ماسكروزا ميكوزا وماسكروزا وادفنتيشيا، بس ما ينفعش اكتب كده واسكت، لازم اقول الميكوزا اللي بيتها لايننج بتاعها كذا، واقول ريتش ان سكريتوري جرانيولز، لان دي حاجه مميزه للسيمينال فيزيكال. الماسكروزا اقول انر واوتر انر
inner circular و outer longitudinal و adventitia خلاص بقى احنا الكلام اللي احنا عارفينه. طيب السلايد دي عبارة عندي عن البروستات، خلاص البروستات برضو عبارة عندي عن جلاند بتتكون عندي من ستروما وبارينكيما، زي اي ستروما فيها كبسول كونكتيف تيشو ريسبتور وتيكرا كونكتيف تيشو، الكلام اللي احنا عارفينه مش لازم نرص فيه الكلام ده، يعني مفيش حاجة مميزة او جديدة. زي مثلا التستس، التستس كان بيبقى فيها جديد اللي هو التونكا البوجينيا وتونكا فاجينالس وتونكا فاسكروزا، ده كان جديد في الكبسول، لكن دول الكلام اللي احنا عارفينه. اللي يهمني جدا هنا ان احنا نتكلم عندي عن البرينكيما، اقول ان هي عباره عندي عن بروستاتيك اسينوي، وبروستاتيك اسينوي دي ارنجد ان 3 لاير، ما ينفعش اقول ان 3 لاير وسط، لا لازم اقول الترتيب ل 3 لاير، لان هي واضحه عندي اصلا في السلايد زي ما وريتكم قبل شويه. عباره عندي عن ترانزيشن زون اللي هو الميكوزال جلاند، سنترال زون اللي هو سب ميكوزال جلاند، والبريفرال زون اللي هو عباره عندي عن مين بروستاتيك جلاند. وطبعا لازم اتكلم عندي عن الابيثيليال لايننج بتاع البروستاتيك اسينوي، واقول ان هي لايند باي سيكريتوري ابيثيليوم، تمام، واكتب جنبها كيبويدال كولامينر سودو ستراتيفايد كولامينر، تمام. يبقى تاني لما اشوفها عندي البروستات لازم اتكلم اقول ان هي فيها ستروما فيها بارينكيما، هكتب الستروما زي ما احنا كاتبينها كده هنا، تمام، والبارينكيما لازم اتكلم عندي عن البروستاتيك اسينوي بالتفصيل اللي احنا كاتبينه ده. اخر سلايد عندي فيه الميل وهي البينوس، تمام، زي ما انتم شايفينها من شكلها من بره كانت عباره عندي عن 2 كوربورا كيفينوزا وواحد كوربس سبونجيوزم، يبقى انا هكتب اول حاجه هكتبها ان هي عباره عندي عن 2 كوربورا كيفينوزا وكوربس سبونجيوزم، انا مش بكتب اي حاجه انا مش شايفاها، لا انا بكتب اللي انا شايفاه، خلاص. يبقى هي عباره عندي 2 كوربورا كيفينوزا وكوربس سبونجيوزم. الاثنين كربونيك فينوزا دي بتبقى مفصولين بسبتا، بس السبتا بتاعها انكمبليت سبتا، تمام، لازم نكتب انكمبليت سبتا، لو كتبنا ان هي سيبريتد باي سبتا بس دي مش حاجه مميزه، لازم نقول انكمبليت سبتا، تمام. طيب المميز بقى في الكربونيك فينوزا والكوربس سبونجيوزا ان هما اصلا عباره عن اريكتال تيشو، طالما فيها اريكتال تيشو يبقى هلاقي ان هي بتبقى عندي ايه هايلي فاسكولار، وهلاقي فيها فاسكولار سبيسز كتير. الفاسكولار سبيس اللي بيبقى موجودين عندي في الكربونيك فينوزا بيبقى عندي لارج في السنترال وسمول في البريفيرال، تمام، زي برضو ما وريتكم قبل شويه، خلاص. طيب الكوربس سبونجيوز دي بتبقى عندي ترانسفيرتد باي بينايل يوريترا، دي البينايل يوريترا، تمام، وهلاقي ان هي بتبقى برضو فيها فاسكولار سبيس، بس الفاسكولار سبيس بتاعتها بتبقى قد بعضها في السايز زي ما انتم شايفين اهو، الفاسكولار سبيس بتاعتها قد بعض في السايز، لكن قبل شويه كان الفاسكولار سبيس بتبقى عندي في السنترال بتبقى لارج، لكن تيجي في البريفيرال بتبقى سمول، تمام. يبقى اخر حاجه عندي البينوس، هكتب ان هي بتتكون عندي اثنين كوربوريكا بينوزا وكوربس سبونجيوزم، الكوربس سبونجيوزم فيها بينايل يوريترا وفيها عندي فاسكولار سبيسز بتبقى سيميلر ان سايز، تمام، والكوربورا كابينوزا كانت فيها عندي برضو فاسكولار سبيس لارج في السنترال وسمول في البريفيرال، تمام، وهي سيبريتد باي انكمبليت سبتم. احنا كده الحمد لله خلصنا ايه الميل، تمام. نبدا دلوقتي ان شاء الله عندي برضو في الفيميل. طيب دي اول سلايد معانا في الفيميل وهي سلايد الاوفري. طبعا لو انتم فاكرين برضو كنا بنقول في النظر ان هي بتبقى المون شيب، انا مش شايفه الكلام ده بصراحه، يعني شايفه ان هي شبه الموزه شويه، فيعني احنا ممكن ناخدها ان هي شبه الموزه، اوكي، او البطاطا، عارفين البطاطا الحلوه، انا شايفه ان هي شكلها كده يعني، خلاص. انا بحاول اسكم اي تسكيم بحيث والله ان احنا نحفظها، يعني ده كده شكلها من بره. طيب شكلها من جوه ايه؟ لو برضو فاكرين في النظري كنا بنقول ان انا عندي الاوفري مليانه فولكل، واتكلمنا عندي عن فولكل كتير، حتى يعني كنا واخدينها في محاضره لوحدها. بصوا شايفين الفولكل الصغيره دي، دي البريمورديال فولكل، تمام. طيب ال 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 الخط اللي هو ده عباره عندي عن الكفرنج بتاعها اللي كان هو الميزوثيليوم لير، اللي كان عباره عن سيمبل كيبويد الابيثيليوم، كان بيقول عليه جيرمينال ابيثيليوم، ده اللي هو اللي بره ده الميزوثيليوم لير، تمام. هيبدا يتحرك عندي هنا وتبدا تبان عندي الفوليكل بشكل اكبر. اول ما تبدا تبان عندي الفوليكل خلاص عرفنا ان السلايد دي عباره عندي عن اوفري، اها السلايد اها، ده شكل برايمري فوليكل، تمام. الخط اللي بره ده برضو فوليكل، هو بعد كده هيدخل عندي على المظله، يعني الجزء اللي ورا ده المظله، لكن اللي بره ده كله عباره عندي عن جزء الستروما، تمام برضو ده الجزء بتاع المظله هنا، ده كله عباره عندي عن الستروما، الجزء ده كله ستروما، اها فوليكل، في فوليكل صغيره كتير بتقابلنا، فولكل كبيرة اها، تمام، برضو عبارة عندي عن فولكل كتير اهو زي ما انتم شايفين، خلاص. الصغيرين دول عبارة عندي عن البريمورديال فولكل، الكبار دول شوية دي البرايمري فولكل، بعد كده بيدخل عندي على جزء المظلة، تمام، في الستروما، بعد كده بقى عندي البارينكيما، خلاص، اللي هي كانت عبارة عندي عن الانترستيشال سيل والليفيريان فولكل، اوكي، تمام. يعني مفيش اي حاجه جديده، هيبدا يعمل عندي زوم عشان نعرف عندي الابيثيليال لايننج، خلاص زي ما انتم شايفين اهو، الجزء اللي بره ده كان عباره عندي عن الميزوثيليال لير، خلاص، اللي هي سيمبل كيبويدال ابيثيليوم، كان بيقول عليه عندي جيرمينال ابيثيليوم او سيرفيس ابيثيليوم،
خلاص اهو. هما كانوا بيقولوا عليه جيرمن ابيثيليوم لان هما كانوا فاكرين قبل كده انه الابيثيليوم ده هو اللي بيكمل يعني بيكون عندي الفوليكل اللي بعد كده، فاطلقوا عليه جيرمن ابيثيليوم، لكن لا هو ده مجرد اسمه بس اطلقوه عليه، لكن الحاجه دي مش صح. تمام، هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي الاوفريان فوليكل زي ما انتم شايفين اهو، تمام، برضو نفس الكلام، يعني ما فيش حاجة جديدة، هي عبارة عن فوليكل بس زي ما سلايد التستس عبارة عندي عن سيمينيفرس تيبيول بس، هي برضو دي عبارة عندي عن ايه؟ اوفيريان فوليكل بس. تمام، بالنسبة للكومنت هنظبطه مع بعض ان شاء الله بعد شوية بعد ما نخلص الفيديوهات، يعني خلاص احنا خلصنا بقى، عاوزين نخلص نمشي نمشي خلاص، يعني احنا عرفنا الكلام عبارة عن فوليكل كتير بس. تمام، نبدأ في السلايد اللي بعدها اللي هي عبارة عندي عن الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب هتبدأ تلخبطكم معايا شوية مع السيمينال فيزيكل، تمام، مش قوي يعني، هو الشكل من بره مختلف تمام، بس من جوه شوية الفالوبيان تيوب بتبقى برضو هايلي فولدد خلاص زي ال زي السيمينال فيزيكل. تمام، هي شكلها من بره كده عاملة زي الشجرة، يعني لو شايفين ده كأنها ده يعني دي ال هقولكوا ازاي، عارفين ورق العنب اللي هو الورق العنب بيبقى كده شبه شكل ورقة العنب، خلاص ده شكل الورقة من بره، يعني حاولوا انكم تسكنوها معايا. سوري والله على تسكيماتي اللي مش لطيفة دي واللي ما بتسهلش الدنيا، بس والله ده اللي جه في دماغي، يعني انا مش عارفة اسكن كويس. طيب زي ما انتم شايفين جوه، اول ما تشوفوا المنظر ده هتعرف ان هو عبارة عندي عن فالوبيان تيوب. اصلا لو تفتكروا الفالوبيان تيوب كان اخرها اللي هي الانفانديبولم، خلاص كانت هي عبارة عندي عن 4 بورت اللي هو الانترميورال بورت والاسموس والامبولا واخر حاجة الفالوبيان الانديبولم، كانت عبارة عن بابيلري بروجكشن كده او اللي هي فينجر بروجكشن. تمام، هو نفس الكلام ده، هي تحسي هنا ايه؟ فينجر بروجكشن. طيب هي عبارة عندي ايه؟ هي عبارة عندي عن تيوب، تمام، او نقدر نقول زي الدكت. تمام، فاللي هي بتبقى عبارة عندي عن 3 لير، ميكوزا وماسكلوزا وادفنتيشيا او سيروزا. تمام، دي طبقة الميكوزا اها، خلاص ده كله عبارة عندي عن طبقة الميكوزا، طبعا عبارة عندي عن الابيثيال لايننج، خلاص الابيثيال لايننج بتاع الفالوبيان تيوب عبارة عندي عن كولامينال ابيثيليوم اسمبل كولامينال ابيثيليوم، بس جزء منه هيبقى عندي سيليتد وجزء هيبقى عندي سكريتوري، فاقول هو سيمينال اسمبل كولامينال ابيثيليوم بارشلي سيليتد وبارشلي سكريتوري. تمام، بعد كده هلاقي عندي طبقة الماسكولوزا، هلاقي ان هي بتبقى عندي انر سيركيولار واوتر لونجيتيودينال. تمام، واخر حاجة عندي طبقة السيروزا. تمام، يبقى عبارة عندي ميكوزا ماسكولوزا وسيروزا. الميكوزا عبارة عندي عن ايه؟ عبارة عندي عن اهم كلمة اكتبها فيها، اهم حاجة او اول حاجة اكتبها ان هي بتبقى عندي ايه؟ highly folded. تمام، مهم جدا اكتب الكلمة دي highly folded. تمام، في سيمينال بيزيكال كنت لازم اقول عندي في طبقة الميكوزا ان انا عندي ان هي بتبقى rich in secretory granules، لكن هنا لا، لازم اقول ان هي highly folded. طب الابيثيال لايننج بتاعها ايه؟ عبارة عندي عن simple columnar epithelium partially سيليتد وبارشلي سكراتري. تمام، وطبعا في عندي لامين بروبريوم زي ما احنا عارفين. بعد كده هدخل عندي على طبقه الماسكولوزا، هلاقي ان هي بتبقى عندي انر سيركيولر واوتر لونجيتيودينال، خلاص انر سيركيولر اهو واوتر لونجيتيودينال، واطلع عندي على اخر بره اللي هي طبقه السيروزا، خلاص يبقى نفتكرها عندي من جوه ان هي شبه الانفانديبولان فينجر لايك بروجكشن. تمام، هنا بيوريكم بيعمل زوم عشان يورينا عندي الابيثيال لايننج بتاعها اللي هو احنا لسه قايلينه سمبل كولامينر، دي طبقه الماسكولوزا وفي الاخر عندي طبقه السيروزا. تمام، ده كده بالنسبه عندي للفالوبيان تيوب، خلاص وقلنا شكلها من بره، يعني بلاش شكلها من بره، عرفوها من جوه اصلا. طيب دي عباره عندي ايه؟ ده عباره عندي عن اليوترس. تمام، وطبعا احنا عارفين ان اليوترس لازم يبقى عندي طبقة المصل اللي فيها تبقى عندي ثيك عشان تحافظ على البيبي، خلاص فلاقي ان هو بيبقى عندي فيري ثيك من هنا. هي ممكن تلخبطني شوية مع شريحة البروستات، تمام، بس هي مختلفة عن البروستات، تمام، يعني شكلهم من بره ممكن شبه بعض، بس من جوه اول ما تشوفوها لا هم مختلفين جدا عن بعض. تمام، فلو اتلخبطنا ما بينها وبين البروستات يعني في الامتحان لو شفنا السلايد دي، تمام، او السلايد بتاعت البروستات ما عرفناش نكتب ايه، تمام، نستنى لحد ما يكمل معانا الفيديو، هيبدا يظهر معانا في البروستات، هتبدا تظهر معايا اول حاجه عندي اللي هي البروستاتيك يوريثرا، لكن هنا في اليوترس هيبدا يظهر معايا برضو عندي اليومن ده، بس اليومن هنا زي ما انتم شايفين ضيق، خلاص، ويبدا يظهر عندي هنا الجزء ده اللي هو الاندومتريا، خلاص ده استنى نوقف لحظه، تمام، نرجع سنه كده اهو،
دابر عندي اليومن، بعد كده هنرجع هنا هلاقي دابر عندي ايه، دابر عندي عن الاندومتريوم. لو برضو فاكرين في النظري كان عبارة عن اليوترس زي ما احنا عارفين اصلا، الفندس والبادي والسيرفكس. السيرفكس كان بيختلف عندي عن الفندس والبادي. الفندس والبادي دول كان عبارة عندي عن 3 لاير، اللي هي الاندومتريوم المايومتريوم والبيريمتريوم، خلاص اللي هما نفس الحاجة زي ما احنا متعودين، ميكوزا ومسكلوزا وادفنتيشيا. هي دي طبقه الميكوزا اللي هي بنسميها عندي اندومتريوم، مليانه عندي بالاندوميتريال جلاند او اللي بنسميها عندي اليوتراين جلاند، تمام زي ما انتم شايفينها كده. تمام، بعد كده هيدخل عندي على طبقه المايومتريوم، خلاص دي اهي طبقه المايومتريوم، بتحتوي عندي المايومتريوم ورا على الاركوت. شايفين الـ شايفين الـ 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 الحاجات دي، ده عباره عندي عن الاركوت ارترز. تمام، ونخلي بالنا كويس جدا ان انا طبقة الاندومتريوم بتحتوي عندي على الستريت والكويلد ارتري، لكن طبقة المايومتريوم اركوت ارتريز. خلي بالنا جدا من الكلمتين دول، ما ينفعش نبدل بمكانهم. رجع برضو هنا عندي على الاندومتريوم، يورينا عندي الاندومتريال جلاند زي ما انتم شايفين اهو، خلاص وفيها عبارة عندي عن الستريت ارتريز واللي هي الكويلد ارتري. هنا بقى بدا يورينا عندي الابيثيليال لايننج بتاعها، اللي هو عبارة عندي سيمبل كولامينال ابيثيليوم بارشيلي سكريتوري بارشيل بارشلي سيليتد، نفسه نفس الابيثيليال لايننج بتاع ايه، بتاع الفالوبيان تيوب. تمام، طبعا اللامينا بروبريا هنا واضحه جدا، هنا الجلاند اللي هي الاندوميتريال جلاند اللي بنسميها عندي لا اله الا الله اللي بنسميها عندي اليوتراين جلاند. هنا رجع يوريني عندي المايومتريوم، طبقه البيريمتريوم هنا مش واضحه قوي. تمام، برضو بنفس الكلام نفس الكلام، هو هنا في طبقه الاندوميتريوم. تمام، انا عارفه انه مكتوب عندي في النظري، خلاص خلينا نقف كده قبل ما نكمل السلايد بتاعنا. عارفه المكتوب عندي في النظري في جدول مقارنه ما بين الفاندوس والبادي بتاع اليوترس والسيرفكس اوف اليوترس. تمام، يمكن مش تبقى واضحه معانا في السلايد هنا، بس لو كان معانا متاح وقت ان احنا نكتب عن ده وعن ده فخلينا نكتب. بس اهم حاجه يعني تمني ان احنا نكتب عنها الاندومتريوم والمايومتريوم لانه التفاصيل بتاعتها واضحه. تمام، طيب سوري قبل ما نبدا خلينا نشوف شكلها من بره. دي عباره عندي عن سلايد الفاجينا، هعرفها منين؟ هعرفها عندي من الشكل ده، الخط اللي هو الغامق ده. ايه الخط الغامق ده؟ ده عباره عندي الابيثيليال لايننج اللي بيبقى موجود عندي في الفاجينا. تمام، زي ما انتم شايفين واضحه جدا هنا، يعني ما لهاش شكل مميز بصراحه، انا مش شايفه ان لها شكل مميز خالص يعني اصلا السلايد دي والسلايدين اللي جايين شبه بعض قوي من بره. تمام، وفي واحده منهم برضو شبه السلايد موجوده عندي في الميل، بس مش مشكله هنفرقها يعني. طيب احنا شايفين ايه اول حاجه؟ دي الحاجه المميزه، اول ما نشوفها كده هقول لكم. عارفين انتوا منظر البحر؟ تمام، لما بيبقى الموج يقرب كده ويعمل خط على الرمل، هو نفس الكلام هنا، ده هو اعتبره ده الموج وده البحر من ورا، اوكي، وده الرمل، يبقى تاني ده الموج وده البحر من ورا وده الرمل. تمام، يعني ان شاء الله تكون التسكيمه عجبتكم يعني. طيب انا هشوف ايه هنا؟ اول حاجه هشوف عندي هنا دي طبقه الميكوزا، تمام، اللي هي عباره عندي ابيثيليال لايننج وتحتها على طول اللامينا بروبريا. الابيثيليال لايننج بتاع الفاجينا ايه؟ المفروض ان انا عندي الفاجينا دي مفتوحه على بره، تمام، فهي الابيثيليال لايننج بتاعها لازم يبقى يحافظ، يعني تقدر تحافظ يعني يحافظ على الفاجينا من الانفكشن. فلاقي ان هو عباره عندي ايه؟ عباره عندي نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. تمام، نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، خلاص. بعد كده طبقه اللامينا بروبريا، خلاص اللامينا بروبريا هي عباره عندي كونكتيف تيشو سيل كونكتيف تيشو فايبرز، مفيش هنا جلاند في الفاجينا، مفيش جلاند، اوكي. بعد كده هدخل عندي على طبقه الماسكولوزا، اللي ورا ده كله ماسكولوزا، هنرجع لها تاني، هو هيرجع لها. وفي الاخر دي عندي الادفنتيشيا، يبقى دي كلها عباره عن طبقه الماسكولوزا، برده بترنجد عندي ان تو لاير انر سيركلر وي اوتر لونجيتودينال. دي طبقه الميكوزا اهو هنا بيقرب لكم على الابيثيليال لايننج زي ما انتم شايفين اهو، عباره عندي نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، مليان عندي جلايكوجين. تمام، دي كلها طبقه الماسكولوزا زي ما قلنا انر لونجيتودينال وسوري انر سيركلر وي اوتر لونجيتودينال. واخر حاجه طبقه الادفنتيشيا، برضو رجع هنا تاني عندي على طبقة الميكوزا. تمام، طيب بعد كده هندخل عندي على السلايدات بتاعة الماماري جلاند. سلايدات الماماري جلاند من بره مش واضحة تماما، يعني أنا مش شايفة الشكل ده في أي حاجة مميزة جدا من بره خالص. تمام، يعني لو حد عنده تسكيمة يبقى يكتبها في الكومنتات، هيساعدنا والله، لأنه هي فعلا من بره مش واضحة خالص. تمام، سواء دي أو التانية. طب دي عبارة عن إيه من بره؟ دي اللاكتنج ماماري جلاند. دي إيه اللاكتنج ماماري جلاند؟ في الامتحان لازم أفرق ما بين اللاكتنج ماماري جلاند والريستنج ماماري جلاند. اللاكتنج ماماري جلاند مهم جدا 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 ان انا اكتب ان هي بتتكون هي عباره طبعا جلاند زي ما احنا عارفين، بس روما وبارينكيما. انا هتكلم عندي على البارينكيما، ومهم جدا نتكلم على البارينكيما. البارينكيما عباره عندي ايه؟ عباره عندي عن الفيولاي وداكت، خلاص، على عكس الريستنج ماماري جلاند بتبقى عباره عندي عن داكت اونلي.
تمام، لكن هنا عبارة عندي عن alveoli و duct. ولو انتم فاكرين السلايد بتاعت الالفيولاي اللي خدناها في الريسبيراتوري كانت نفس الشكل ده كده، حتى كان لونها موف خلاص، كان في منها لونه بينك كده وضيق على بعضه، في منها لونه موف تمام. فده يفكرني ان باللاكتنج ماماري جلاند ان هي بتبقى عند ايه، فيها الفولاي كتير تمام. وبرده تسكيمه كده يعني ما بيننا كده خلاص، انه احنا عارفين انه الفيميل لما بتبقى في حاله ان هي بترضع وكده تمام، المفروض انه البريست بيبدا يتوسع عشان يبقى في ملك وكده للبيبي تمام. فهلاقي ان هو بيتوسع تمام، بيتوسع الفولاي خلاص، يعني الالفولاي لازم تبقى واسعه كده ومفتوحه. يا رب تبقوا فهمتوا حاجه. طيب ده ايه، دي عباره عندي عن الالفولاي تمام. انا عندي نوعين من الالفيولاي، بتبقى عندي ريستنج الفيولاي بتبقى امبتي زي ما انتم شايفينها كده، وعندي جزء من الالفيولاي لا بيبقى عندي بيبقى مليان سكريشن تمام، بيبان عندي ايزينوفيليك. خلينا نرجع اهو، ده راحت معلش، ده اهو ده اهو خلاص، دي عباره عندي الامبتي الفيولاي، وده برضو كله الفيولاي اهو، ده بيوريكو عندي الالفيولاي خلاص. الريستنج اللي بيوريكم الابيثيليال لايننج بتاع الريستنج الفيولاي اللي هي بتبقى فاضيه تمام، بتبقى عباره عندي عن كولامينر سيل، لكن اللي هي بتبقى مليانه عندي بالسكريشن بتبقى عندي ايزينوفيليك ماتيريال خلاص، بيبقى لونها ايزينوفيليك ماتيريال كده زي ما انتم شايفين تمام، يعني جت قبل شويه ما علينا. وبتبقى عندي لايند باي لو كولامينر ابيثيليوم او كيبويدال ابيثيليوم تمام. طيب ده برضو اخر حاجه عندي في ال، لا اله الا الله، اخر حاجه عندي في ال في السلايدات بتاعه الفيميل، وهي الريستنج ماماري جلاند. هي مختلفه شويه عن الماماري جلاند اللي فوقها، عن السلايد اللي فوقها، بس ستيل برضو مش واضحه عندي من بره تمام، بس من جوه يعني واضحه شويه. هقول لكم لما من جوه، شايفين الشكل ده، عارفين انتوا السلايد او مش السلايد اللي هي القطعة الستيك او اللحمة بتاعت توم وجيري كده، بتبقى متقسمة كده بشكل لطيف نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده تمام، قبل ما تستوي طبعا تمام. ده هو الشكل اللي في دماغي. مهم جدا 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 ان انتوا لما تتكلموا عن الريستنج ماميري جلاند، مبدئيا في الايدنتيفاي لازم تحددوا ان هي ريستنج ماميري جلاند. تاني حاجة لما تتكلموا عليها، ان هي لازم تقولوا في البرينكيما بتاعتها ان هي عبارة عندي عن دكت اونلي نو الفيولاي، ما فيهاش الفيولاي، على عكس اللاكتنج ماميري جلاند بيبقى فيها الفيولاي. يبقى اهم حاجتين الفرق ما بينها ما بين الريستنج واللاكتنج ماميري جلاند، انه دي بتبقى فيها الريستنج ماميري جلاند دي بتبقى دكت اونلي، لكن ال اللاكتنج ماميري جلاند دي عباره عندي عن دكت والفيولاي. هنا ما فيش اي حاجه واضحه اقدر ان انا اقول لكم عليها يعني، او تقدروا تميزوا منها، هي يعني صعب الواحد يميز منها قوي، خصوصا انه في كذا نوع من الدكت موجود، محتاجين ان احنا نفرق ما بين الابيثيليال لايننج بتاعهم، فده هيبقى بالحفظ اكتر من ان احنا ناخده بالشكل اللي قدامنا يعني تمام. احنا كده خلصنا عندي السلايدات اللي معانا، نبدا سوري لو حسيتوا ان في شويه تقطيع في الفيديو وانتوا بتسمعوا، بس للاسف وانا بسجل يعني كنت بقلب طبعا من الفيديو للسلايد للملف وكده، فطلع انه هو يعني بيتقلب معايا بس مش بيتقلب في الفيديو يعني، ما علينا حصل خير. طيب هرجع اقول على السريع كده بحيث برضو ان احنا ما نطولش الفيديو. ده اول سلايد معايا اللي هي الاوفري، خلاص عرفنا شكلها من بره شبه الموزه، من جوه فيها فوليكل. مهم جدا ان انا اكتب ان هي بتبقى كفرد باي ميزوثيلي لير، نقدر نقول هي عليه اللي هو جيرمينال ابيثيليوم. طيب بتتكون من ستروما وهي بارينكيما، مهم جدا نتكلم على الستروما بتاعتها لانها مختلفه، عباره عندي عن كورتكس ومضله. الكورتكس عباره عندي عن اوفريان فوليكل، والمضله بتبقى هايلي فاسكولار، مش مهم نكتب اي حاجه ثانيه. البارينكيما مهم ان احنا نقول ان هي فيها اوفريان فوليكل اند انترستيشال سيل تمام، ولو عرفنا نكتب الكلام ده بخصوص الانترستيشال سيل هيبقى كويس جدا. بعد كده ندخل عندي على الفالوبيان تيوب، مش مهم ان هي نكتب ان هي ديفايدد انتو، مش مهم، نركز بس في الحاجات المهمه اللي هي الميكوزا الماسكولوزا والسيروزا. الميكوزا اهم كلمه اهم كلمه اهم كلمه في الفالوبيان تيوب، ان احنا نقول ان هي هايلي فولدد خلاص، خصوصا في الامبولا هايلي فولدد تمام. طيب الابيثيليال لايننج بتاعها سيمبل كولامينال ابيثيليوم بارشلي سكريتوري بارشلي سيليتد تمام. لامينا بروبي زي ما احنا عارفين الماسكولوزا انر سيركيولار اوتر لونجيتودينال، وان شاء الله جزئيه الابيثيليال لايننج والماسكولوزا والترتيب والكلام ده هنزل لكم تجميع مع الفيديو باذن الله تمام. طيب السيروزا زي ما احنا عارفين كونكتيف تيشو فايبرز اند كونكتيف تيشو سيل وكونتيننج عندي بلاد فيسلز والكلام ده كله. مهم بس هنا تقولوا ان هي كفرد باي سيمبل سكويمس ابيثيليوم تمام، يعني هي عباره عن دي كونكتيف تيشو كونتيننج بلاد فيسلز اند كفرد باي سيمبل سكويمس ابيثيليوم، وهنا نكتب سيروزا مش ادفنتيشيا تمام. يعني احنا تقريبا في السلايدات كلها عندنا ادفنتيشيا ما عدا السلايد بتاعه الفالوبيان تيوب، نكتب ايه سيروزا تمام. طيب
الفانكشن بتاعته في لوبي يوتيوب مش كومن ان هي ممكن تيجي، بس لو حب ان هو يستظرف ويجيبها يعني، او مش يستظرف يعني حب يجيبوها يعني. اوكي وظيفتها ايه؟ ان هي بتريسيف، عندي هي لها 3 وظائف، من يعني من الوظائف اللي احنا ممكن نبقى يعني عارفينها وبنجيبها كده بالحب يعني، اللي هي ان هي بتستقبل عندي الاوسايت من الاوفري، وبيحصل عندي فيرتلايزيشن في الامبولاري بورت من الفالوبيان تيوب. ندخل عندي على اليوترس. تمام، مهم جدا وانا بكتب الكومنت بتاع اليوترس وانا حاسه ان هو يعني ممكن يجي السلايد بتاعه اليوترس دي. تمام، مهم وانا بكتب السلايد بتاعه اليوترس ان انا اكتب عندي الفانتس اند بادي اوف اليوترس. تمام، وانزل تحتها سطرين اكتب السيرفكس اوف اليوترس، او تحتها 3 سطور يعني، ننزل في الاخر خلص نكتب السيرفكس اوف اليوترس. تمام، الفانتس اند بادي اوف اليوترس لازم اكتب ان هي بتبقى عندي ايه، بتتكون من 3 لاير اللي هم عندي ايه، اندومتريوم مايومتريوم وبريمتريوم. الاندومتريوم والمايومتريوم والبريمتريوم هي نفس الطبقات بتاعه اصلا اللي احنا عارفينها بتاعت اي جلاند، اللي هو عباره عن ايميكوزا وماسكولوزا اندنتيشيا. تمام، الكلام اللي احنا عارفينه. طبقه الميكوزا عباره عن ابيثيليال لايننج اند لاميبريا. الابيثيليوم مهم جدا جدا ان انا اكتب ان هي تبقى سمبل كولامينر. تمام، نفس الكلام، سمبل كولامينر سيليتد ابيثيليوم خلاص، واحيانا بيبقى نون سيليتد. تمام، يبقى نكتب عندي سمبل كولامينر سيليتد اور نو نون سيليتد. تمام، طيب اللاميبريا مهم جدا 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 ان انا اكتب كلمه تراين جلاند واقول ان هي بتبقى عندي سمبل تيبرال جلاند، يبقى تراين جلاند سمبل تيبرال جلاند. مهم جدا ان انا اكتب الكلمتين دول، ولو قدرت ان انا اكتب ان هي بتبقى عندي سيميلرلي الابيثيليوم بتاع الاندوميتريوم هيبقى كويس جدا. تمام، طيب المايوميتريوم. تمام، مهم مهم مهم، ركزوا كده، مهم ان احنا نكتب سامي كولر لير باسكولار لير وسوبرا باسكولار لير. تمام، هي نفس الطبقات انر واوتر وميدل، نفس الكلام بالظبط، بس لازم نكتبها بالتفصيل. تمام، طالما هم قايلينها لنا بالتفصيل نكتبها احنا بالتفصيل. هكتب سامي كوزا لير اند سوبرا فاسكولار لير، بيبقى عندي لونجيتودينال. الفاسكولار لير بتبقى عندي ميدل سيركولار اند اوبليك سموث ماسل، ومهم اكتب ان هي بتبقى عندي ميني اربت ارتريز لانها كانت واضحه عندي جدا في السلايد. تمام، خلي بالنا الارتري اللي كان هنا ده كان بيبقى عندي كويلد وستريت طبقه الاندوميتريوم، لكن في طبقه المايومتريوم بيبقى عندي ايه، ميني اركوت ارتريز، لانه ممكن يعني انا بقول معاكم ممكن الله اعلم هيجي ولا لا، ممكن في الامتحان يجيب لك مثلا يقول لك ان انا عندي الاركوت ارتريز بيبقى موجود عندي في طبقه الاندوميتريوم، ترو اور فولس؟ لا هي بتبقى فولس. تمام، لان هي بتبقى موجوده عندي في طبقه المايومتريوم. تمام، يعني انا مش عارفه الاسئله ممكن تيجي ازاي، بس انا يعني بقول اي اسئله ممكن يعني يجيبوها. طيب البريمتريوم بقى انا عارفه انه ما كانش واضح في السلايد، بس نقول ان انا عندي الانتيري بوش كفرد باي الانفنتيشيا، الفاندس والبستيري بوش كفرد باي السيروزا. طيب السيرفكس بقى يعني ان شاء الله ربنا يكفي يعني، ربنا يبارك لنا في الوقت في الامتحان والوقت يكفي ان احنا نكتب الكومنت ده كله. تمام، بس مهم جدا ان انا اكتب في السيرفكس ان انا عندي سيرفو فاجينال بورت بيبقى لايند باي سمبل كولامينر. تمام، والفاجينال بورت بيطبع عليه الفاجينا، بيبقى ستراتيفايد سكويمس سانكيريتونايز ابيثيلي. تمام، مش مهم نكتب عن الول. طيب بالنسبه للفاجينا خلاص، مهم اكتب ان هي برده ميكوزا ماسكولوزا ادفانتيشيا. جماعه في الامتحان ما ينفعش نكتب ميكوزا ماسكولوزا ادفانتيشيا واسكت. تمام، احنا عارفه ان هي ميكوزا ماسكولوزا ادفانتيشيا، بس كل جزء عندي خلاص في الجسم بيبقى له ابيثيليال لايننج مختلف عن التاني، طبقه الماسكولوزا ترتيبها بيبقى مختلف من 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 اورجان لاورجان. تمام، فلازم اوضح الحاجه المميزه لكل اورجان. يعني انا عندي الابيثيليال لايننج بتاع الفاجينا ستراتيفايد سكويمس سانكيريتونايز ابيثيليوم. تمام، طب الابيثيليال لايننج بتاع الفالوبيان تيوب تمام، لا حاجه مختلفه، فلازم لازم اكتب كل حاجه لوحدها. تمام، طيب الماسكولوزا انا عندي هنا ان هي انر سيركلر اوتر لونجيتودينال، خلاص في بعض السلايدات الثانيه هلاقي ان هي بتبقى عندي انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركلر، فلازم برضو الحاجات دي نكتبها، ما ينفعش اكتب بس ميكوزا وماسكولوزا وادفنتيشيا واسكت. اوكي، طيب ده كده بالنسبه للفاجينا. اللاكتنج ماميري جلاند بقى او ريستنج ماميري جلاند، مهم جدا 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 ان انا اتكلم عن البارينكيما بتاعه اللاكتنج ميمري جلاند والريستنج ميمري جلاند. في اللاكتنج ميمري جلاند مهم قوي 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 ان انا اكتب الالفيولاي اند الدكت. تمام، لازم اقول البارينكيما فورمد الالفيولاي اند الدكت. اول ما تكتبي كده يعني انت ممكن تاخدي نص درجه على الحاجه دي. تمام خلاص، لان ده اللي بيفرق لي عندي السلايد. طيب الالفيولاي تمام، مش مهم اكتب سفيريكال كولكشن اوف ابيثيليا، مش مهم. تمام، اقول الالفيولاي خلاص هلاقي ان هي عندي ريستنج الفيولاي، واكتب الفيولاي ريستنج الفيولاي لايند باي تول كولامينر، واكتب الفيولاي لايند باي لو كولامينر خلاص، او كيوبويدال سيل. طيب الداكت بقى هلاقي عندي سمول داكت ولارج داكت. سمول داكت هقول لايند باي سامبل كيوبويدال، ولارج هقول لايند باي سامبل كولامينر. يعني ربنا يبارك في وقتنا كده ويكفي الوقت في الامتحان ونقدر نكتب. بالنسبه للريستنج ميموري جلاند مهمه جدا 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 ان انا اقول ان انا عندي البركيو بتاعتها داكت سيستم اونلي نو الفيولاي. تمام، طبعا هتكلم عندي على الستروما، هكتب عندي الستروما كومبوزد اف انتر لوبر سبتا وانتر لوبيلر سبتا. تمام، يعني حابين تكتبوا الكلام عندكم وقت اكتبوا والله، بس انا مش شايف ان هو مهم يعني، خلاص ماليش دعوه، لو حد حابب يكتبها يكتبها يعني خلاص. انا بالنسبه لي لو جت وعندي وقت هكتب انتر لوبر وانتر لوبيلر.
تمام. طيب البارينكيما عباره عندي عن داكت سيستم اونلي نو الفيولاي، مهم جدا الكلمه دي تتكتب هنا. يبقى في الريستنج نو الفيولاي وداكت سيستم اونلي، في اللاكتنج هلاقي ان انا عندي الفيولاي اند داكت، مهم الكلمتين دول يتكتبوا. طيب هلاقي ان عندي انتر لوبيلر داكت او انترا لوبيلر داكت، انتر لوبيلر داكت والمين لاكتيفيرس داكت. طبعا الفيتي لاين بتاعهم يعني حاولوا ان كنتوا تحفظوه، لانه يعني مش هقدر احفظه لكم برضه، احنا عندنا كميه فيتي لاين كتير، بس ان شاء الله هحاول انزل لكم تجميع. تمام احنا كده الحمد لله خلصنا. اتمنى ان انا قدرت افرق لكم السلايدات، وعلى الاقل تخرجوا من الفيديو عارفين تفرقوا ما بين السلايدات، وانتوا تحفظوا الكومنت مع نفسكم. كان صعب قوي ان انا احفظ كل كومنت في الفيديو واقعد اكرر وكده، لان زي ما انتوا عارفين العملي طويل، وانا مش حابه ان انا اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. فان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا وقدرتوا تفرقوا ما بين السلايدات، وبالتوفيق يا دكاتره يا رب. وما تنسونيش من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.